فيها وطني، اقتلها فيها حقري، اقتلها وحدي. شو صار يا نقيب فخري؟ ما اعترف سيدي. شو هالحكي؟ وبعدين؟ سيدي كل المحاولات والضغوطات واساليب التعذيب فشلت بسبب عناد ابو طالب. انا بعرف انه عنيد بس لازم تلاقوا حل. سيدي كل اساليب التعذيب ما رح تنفع مع ابو طالب. اعطيني اي طريقه وانا مستعد نفذها. فخري انت لازم تسحب الحل. رح احاول من جديد سيدي. لانه فخامه الحاكم العسكري عم يطلع على التحقيقات خطوه بخطوه. مفهوم سيدي. احكي اعترف ابقى احكي احكي. نهارات الظالم ليل وليلهم ظلما وبدر السماء يا ناس يضوي عنادك ما راح يفيدك يا غبي. اعترف اللي عندي قلته. بدك تعترف غصبا عنك. قلته طبعا غصبا عنك. شو يا ابو طالب؟ بدك تحكي ولا ما بدك تحكي؟ انا عندي قلته. قلت كل شيء. لا مو صحيح. لسه في بطه كلام كتير وبدك تحكي. بالذوق بالعافيه بدك تحكي. غصب عنك بدك تحكي. يا شارب الطيب من صدير متيمك بان الوفا وخصال سبع البراري. خلوه معلق لبكره الصبح. امرك سيدي. بدر السماء يا